Radio da Banga. Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 6/10/2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة تطالب حكومة الخرطوم الالتزام بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق حول استخدامها أسلحة كيماوية ضد شعبها في دارفور، وتدعو بأن يكون إنهاء المعاناة في دارفور الأولوية الرئيسية للمجتمع الدولي. مقتل شخص بطور واختطاف فتاتين بشرق الجبل، ونحب 38 عربية تجارية على طريق الفاشر كبكابية من قبل ميليشيات حكومية. في باب بتاع جامع لدور الكبير اللي هو شاهد إبراهيم أبنور 82 سنة وطاير راب ومن هناك والد أربولو بسلام ناري. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن الإضراب الشامل بكل مستشفيات السودان اليوم الخميس، والحكومة تعلن عن تعيين 800 طبيب واستنفار الأطباء بالشرطة والجيش لصد النقص بالمستشفيات. الليلة حصل الوضع مستمر، الإضراب الشامل بحري ومدرمان ومستشفى حي الصافي مستمر حتى الليلة، في إضراب عن الحالات الباردة برضه مستمر في مستشفى بيات ومدرمان مستشفى السعودية للولادة. تظاهرات بكلية الطب الفاشر احتجاجا على زيادة رسوم التسجيل، وطلاب جامعة الخرطوم يشتكون من اعتداءات الشرطة الجامعية وأزمة مواصلات حادة في الخرطوم. أزمة سيئة جدا جدا بتاعت مواصلات بالذات المناطق الطرفية ما في لها أي مواصلات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها محمد سليمان. دعا أرفي لاتسوس وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حكومة الخرطوم على الالتزام بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل حول حقيقة الاتهامات الموجهة إلى القوات الحكومية في شن 30 هجوم كيماوي على الأقل في دارفور أدى إلى مقتل نحو 250 شخص معظمهم من الأطفال. وأعرب لاتسوس في جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن دارفور يوم الثلاثاء أن انزعاج بالغ بعد اتهامات الخرطوم بقتل العشرات في هجمات كيماوية بمنطقة دارفور، وشدد على أنه إنهاء المعاناة التي طال أمدها السكان المدنيين في دارفور يجب أنه تبقى الأولوية الرئيسية للمجتمع الدولي. وأضاف وهو بيقول: نحن على دراية بالادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين من جانب القوات الحكومية في جبل مرة، مشيرا إلى أنه الخرطوم منعت قوات اليوناميت من الوصول إلى منطقة جبل مرة حيث الوضع لا يزال متفجرا. ومن جانبها شددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة إجراء تحقيق معمق، غير أنه السفير الروسي في الأمم المتحدة في تالي تشوركين شكك في مصداقية هذه الادعاءات، لكن أكد أن بلاده لا تعترض على إجراء تحقيق في الأمر. وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في الأسبوع الماضي أن مقتل نحو 250 شخصا في هجمات كيماوية شنتها القوات الحكومية بمنطقة جبل مرة التي لا تستطيع قوات عمومية الوصول إليها، ولكن حكومة الخرطوم تقول أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. ومن جهة أخرى دعا جوناثان لوب المحرر الرئيسي لتقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف استخدام حكومة الخرطوم أسلحة كيماوية ضد شعبها في دارفور أدى إلى مقتل نحو 250 شخصا معظمهم أطفال. دعا في مقال له بمجلة التايمز الأمريكية الواسعة الانتشار في العالم تحت عنوان اتهام السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني خطة تتضمن تنفيذ التدابير القائمة
لتوفير العدالة ونزع السلاح ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بما في ذلك قوة حفظ سلام مقتدرة ومتحركة في إقليم دارفور. وأضاف وهو بيقول إن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية والتي يعتبر تحريمها ضمن أهم المبادئ المحظورة قرقها في القانون الدولي الإنساني وداخل منظمة محمية رسميا بواحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم إنما ينم النظام وهيكل عسكري لا يخشى المحاسبة الدولية. ونادى له بتدخل مجلس الأمن لوضع خطة جدية طويلة المدى للتصدي للواقع المرير في دارفور. واقتتم لوب مقاله بقول إن أهل دارفور الذين عانوا طويلا يستحقون ذلك على أقل تقدير. قتل إبراهيم النور رميا بالرصاص ظهر أمس الأربعاء داخل مدينة طور بولاية وسط دارفور على يد ميليشيات حكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه ثلاثة من عناصر الميليشيات حاولوا إنه ياخذوا منجل من إبراهيم النور كان بيستخدمه في قطع القش لصناعة البروش، وعندما رفض أطلقوا عليه ثلاثة رصاصات وأردوا قتيل في الحال. وقال بأنه تم إلقاء القبض على واحد من الجناء بينما حرب الاثنين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طور لكن جاي عسكري عندهم جمال وجاءوا في الباب بتاع جامع بتاع دور الكبير لقوا في شاهد إبراهيم النور 82 سنة وتاجر راب ولقوا عندهم منجل الناس تمليجه وقالوا داكي كان قالوا داكي جريب من أجابين تكتب الناس والناس بلتي بطوا وقالوا وضعنا ياكل ومنتقى جول مجرم دارنا فتانا ما نلبوكنا وهو من هنا طوالي فرقوله بطلاع النار فقال الجميل بتاع جامع كلام بس 2.58 دقيقة هاي ضربوا بثلاثة طلقات طوالي ما اثنين كم يوصل والناس صاروا كله صاروا بيوتهم وخلاص ترى معكرهم من اتجاه الغرب لطور كما زغير عسارة بزول داي طوالي جو هم ان رجب وراجات ما تقول منهم واحد ما توراهم لعبتي بواب القديم داق وخلاص هم اللفوا باتجاه جنوب قال ما جيسة وما كمرتب ولازم لسه ما رجعت ما كثير في السوق كثير وفي شرق جبل مرة اختطفت ميليشيات حكومية ظهر أمس الأربعاء كل من كلثوم إبراهيم جمعة عمرها 18 سنة وزكية إبراهيم حامد عمرها 22 سنة واقتادهم إلى جهة مجهولة. وأفاد شهود لراديو دبنجا إن ميليشيات حكومية كانوا بركبوا جمال حاجموا 4 نسوان 2 منهم فتيات والاثنين التانيات كبيرات في السن كانوا في طريقهم من قرية سينا شمال الملم إلى سوق كدينير بشرق جبل مرة وقاموا باختطاف الفتاتين كلثوم إبراهيم جمعة وزكية إبراهيم حامد واتجه بهم نحو منطقة جابر غرب الملم. وفي قرية قبروس شمال خزان تنجر بشرق الجبل اقتحمت مجموعة من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة عددا من المنازل وقاموا بنحب عدد من الغنم والبقر والحمير تحت تحديد السلاح ولازوا بالفرار. وفي شمال دارفور نحبت ميليشيات حكومية يوم الثلاثاء حوالي 38 عربية تجارية كانت في طريقها من كبكابية إلى الفاشر. وقال شهود لراديو دبنجا إن ميليشيات حكومية بتستقل عربات لاند كروزر عليها دوشكات حاجم غافلة تجارية مكونة من 38 عربية تحت حراسة طوف أمني وأوقفوها تحت تحديد السلاح في منطقة إد النبق وقاموا بنحب ما بحوزة الركاب والسواقين من أموال و موبايلات. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من كبكابية أمي في عربات تجارية جزو الشاينين بطل وجزو فوادي عندهم ركاب بعدين متحركين من كبكابية إلى الفاشر ومعهم طوف إداري بعد ما وصلوا في نص المسافة قدام من منطقة الدنبك ظهروا لهم ميليشيات حددوا العربات المتأخرة شالوا منهم موبايلات وقروش 38 عربية تحركوا من كبكابية لكن بالتحديد كده ما نعرف كم عربية لكن في عربات المتأخرة بعد شالوا منهم قروش والموبايلات فقوم مشوا الفاشر وسواق العربات ضربوا لنا تلفون بأن الناس دي أكلونا في الشارع فتوا البلاغات في بوابة الفاشر. أعلنت لجنة الأطباء المركزية أن اختار كل العاملين في المستشفيات بالسودان بالدخول في إضراب أن العمل للحالات الباردة يوم الخميس، كما أكدت في بيان لها أن مواصلة الإضراب المفتوح في مستشفيات أم درمان وبحري ومستشفى حي الصافي ومستشفى الدايات أم درمان والسعودي للولادة.
ورحن عضو لجنة الإعلام بلجنة الأطباء المركزية محمد الناجي العصم رفع الإضراب بتحسين بيئة العمل وشروط التدريب وسن قانون يحمي الأطباء، وأضاف لي راديو دبنجا من الخرطوم. ليلة الحصل الوضع مستمر، الإضراب الشامل البحري ومدرمان ومستشفى حي الصافي مستمر هذه الليلة، في إضراب عن الحالات الباردة برضه مستمر في مستشفى بيات ومدرمان مستشفى السعودي للولادة. بدأت اللجان الفرعية برفع إخباراتها حتكون بكرة لإضرابات مفتوحة عن الحالات الباردة في كل مستشفى للسودان. بكرة هو أول يوم في إضراب المفتوح عن الحالات الباردة هيكون في كل مستشفى للسودان. يمكن الناس تتابع الإخبارات بتاعت الإضرابات عبر الصفحة. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن تعيين 800 طبيب امتياز لسد الفجوة بالمستشفيات، فضلا عن استنفار الأطباء بمؤسسات الشرطة والجيش والقوات النظامية. وناشد مديرو المستشفيات في الخرطوم الأطباء بالاستمرار في العمل بالمستشفيات والطوارئ واللجوء للحوار لحل المشكلات. وأكد محمد الناجي استعداد لجنة الأطباء المركزية للحوار حول مطالب الأطباء وجدول التنفيذ المطالب، موضحا أنهم لم يستلموا أي رد من قبل وزارة الصحة حتى الآن حول مطالبهم. ويعتبر الناجي تحديد إدارات المستشفيات للأطباء بالفصل والإقراءات بزيادة الحوافز لا تفيد في إثناء الأطباء المطالبة بحقوقهم وحقوق المواطنين بتحسين بيئة عملية جيدة تليق بإنسان السودان. وأضاف الدكتور محمد الناجي لراديو دبنجا من الخرطوم: استخدمنا الإضراب كوسيلة ومستعدين لأي عمل جاد قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصحة الاتحادية للنقاش. إحنا رفعنا مذكرتنا من يوم أمس لحد الليلة، ما جانا أي اتصال رسمي من أي مسؤول حكومي رسمي للجنة الأطباء المركزية للجلوس والتفاوض حول بنود المدفوع حول الشروط المدفوعة لفك الإضراب أو للنقاش حول كيف جدولة المطالبات أو حول كيف إنه يتم تحقيقها. ما عندنا أي إشكال في إنه نجلس مع أي جهة رسمية، لكن إحنا خاطبنا بخطابنا وزارة الصحة الاتحادية باعتبار القضية قضية مركزية بتمس كل أطباء السودان في كل الولايات السودانية، وبالتالي تفاوضنا حيكون مع وزارة الصحة الاتحادية اللي هي الجهة تمت مخاطبتها بواسطة المذكرة المرفوعة. ومن جهة أخرى حددت إدارة مستشفى حاج الصافي ببحري بإلقاء فترة تدريب أطباء الامتياز بالمستشفى وإيقاف الأطباء العموميين المتعاونين بالمستشفى حال عدم مزاولة عملهم خلال 48 ساعة. وفي ولاية غرب كردفان توفى شخص يعتقد أنه مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وكشف مواطنون بأن هناك مصابون بالمرض تم تحويلهم إلى الخرطوم. واشتكى المواطنون من ارتفاع تكاليف علاج المرض ونفقات السفر خارج الولاية، وناشدوا السلطات بالتدخل لمعالجة المرض واحتوائه. وأضاف واحد من المواطنين لراديو دبنجا من بابنوسة: للأسف الشديد ما عندنا جهات بتسجل الحالات، وعشان كده احنا بنسجل بس المات. يعني يمكن يكون في خلال الشهر اللي فات ده احنا عندنا اكثر من 6 وفيات بسبب هذا المرض، هو التهاب الكبد الفيروسي. وفي الحقيقة عندما تسأل في المستشفى بيقول لك والله في حالات كثيرة جدا، يمكن ترقى لعشرات الحالات اللي بتجي هنا، ولكن احنا ما عندنا سجلات للحالات، بنحولها طوالي وبدون أوراق تحويل. يعني لو في أوراق تحويل ممكن الواحد يستند عليها في تحديد كم حالة حولت مثلا، لكن التحويل بيكون شفاعة. يعني الدكتور بيقول لي يا أخي عندك التهاب كبد فيروسي حسب الفحوصات اللي في المعمل وخلاص أمشي الخرطوم بس كده، ولكن لا بد للناس أن تأتي بتيم يقوم بإجراءات بتاع فحص شامل للناس. الآن بقت جمع الفرنش بتاع دول توفى امبارح وهو في ريعان شبابه لا يتعدى 37 سنة مات بسبب التهاب الكبد الفيروسي. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أصيب عبد الملك ابن القيادي بحزب الأمة القومي إسماعيل كتر بإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات مسلحة بالفاشر، نقلوه إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وقال والد المصاب المحامي إسماعيل كتر لراديو دبنجا إن عناصر من الميليشيات الحكومية هاجموا ابن عبد الملك بين مطار الفاشر وقيادة الجيش، وفي محاولة لنحب عربيته، وعندما رفض أطلقوا عليه النار وأصابوه في صدره نقلوه إلى مستشفى الفاشر وهو في حالة خطيرة ووضعوه بالعناية المكثفة بمستشفى الفاشر. وأضاف المحامي إسماعيل كتر لراديو دبنجا من الفاشر: والله أقول لك في الفاجر نزل تمرين عادي تمرين نسائي،
وتمرن مع زملاء وعادي جدا، ولما انتهى التمرين جايين في مجموعة مسلحة كان مترددين بيه وما كان عنده خبر، ولما انطلبوا منه أنه يتنجموا العربية والمخاف ورفض يقاومهم ودخل معهم في أعراف، لما انتظروا أنه يأخذ منه العربية في النهاية عم طرب وارد من الرصاص في صدره 3 رصاصات وخلوه وهربوا. ربنا بصف كله، كانت رصاصات قاتلة جدا لكن الآن هو على قيد الحياة ولا زال في صالح تحت العناية المرتبة. وذات المنطقة من شبه منطقة عسكرية يعني بين القيادة والمطار، الناس هناك عندهم مجموعات كبيرة جدا لجوا الفترة المشاهية يلعبوا كورة هناك، ومنطقة معقولة والناس الجو كانوا ناس بنجوية، المهم هو ما معروف شكلها شنو. اشتكى طلاب جامعة الخرطوم من الاعتداءات المتكررة ضد من قبل أفراد الشرطة الجامعية التي تم تشكيلها حديثا بديل عن الحرس الجامعي. آخر الاعتداء على أحمد طارق المأمون الطالب في كلية الآداب يوم الثلاثاء بالعصا الكهربائية وأفقدته التوازن وسببت له حالة شلل جزئي إلى جانب إصابته بكدمات في صدره، وطالب الطلاب بإلقاء الشرطة الجامعية وإعادة هيكلة الحرس الجامعي منددين بمعاملة الشرطة للطلاب التي وصفوها بغير اللائقة. وفتحت الجامعة أبوابها يوم الأحد بعد إقلاق دام 4 شهور. وأضاف واحد من الطلاب لراديو دبنجا من جامعة الخرطوم: الطالب طبعا تم الاعتداء عليه وهو داخل الجامعة يوم أمس. الطالب ده وهو خاشي أبرز بطاقته لفرد من الحرس الجامعي سمح له بالدخول، الشرطي الجامعي نادى الطالب بالرجوع له عشان يسلم بطاقته وينظر فيها. طبعا الطالب رفض باعتبار أنه ده ما من حقه، خاصة أنه أوريدي هو تم السماح له بالدخول. تدخل الشرطي الجامعي بشكل عنيف بالعصا الكهرباء، يعني تم ضرب الطالب في صدره، تعرض لطاقة كهربية فأفقدته التوازن، بعدها تم إسعاف الطالب. الطالب دون بلاغ قانوني للحادثة وهو حاليا يعني بيطالب بحقه بشكل قانوني. فالحادثة مجملة بتوريك فشل الشرطة الجامعية في 3 أيام الأولى في التعامل مع الطلبة، والموضوع ده حاليا شكل زيادة في مستوى الرفض الموجود أصلا. الوجود الكثيف للشرطة الجامعية في بوابات الجامعة، الموضوع ده شكل حواجز ما طبيعية داخل الجامعة، اعتبار أنه ده وقع غير طبيعي بالنسبة للحرم الجامعي، والحاجة دي برضو يتم التداول فيها بالنسبة للطلبة وبحثها باعتبارها من المطالب الجديدة بالنسبة لطلاب جامعة الخرطوم إنه إبعاد الشرطة الجامعية. ومن جهة أخرى أعلن طلاب كلية علوم الجغرافيا والبيئة الدخول في اعتصام عن الدراسة أمس الأربعاء، ورهنوا فك الاعتصام بإعادة الطلاب المفصولين وإعادة اتحاد الطلاب. كما نظم طلاب كلية الاقتصاد والهندسة والقانون مخاطبات مطالبين أيضا بإعادة الطلاب المفصولين وإعادة اتحاد الطلاب. وأعلن بروفيسور أحمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم عن تشكيل لجنة من كبار الأساتذة للحوار مع الطلاب والتجاوب مع كل المبادرات الطلابية. وأضاف أحد الطلاب لراديو دبنجا من جامعة الخرطوم: الطلاب الباقين طبعا هم من كليات الجغرافيا والقانون والاقتصاد والهندسة. الكليات دي مع كل الكليات الأخرى في الجامعة بدأت حراك حقيقي، الطلبة بدأوا يتباحثوا يتناقشوا حول إنهم كيف يشكلوا موقف يقدروا على الأقل يحفظوا للطلبة الأربعة ديل حقهم في الدراسة أو في العودة لمقاعد الدراسة، خاصة إنه الامتحانات جات. فالموضوع ده حاليا بدأ بمناقشات مخاطبات في الكليات بشارع المين يوم أمس. كلية الجغرافيا بالتحديد بدأت اعتصام بشكل رسمي اليوم. بقية الكليات زي كلية الهندسة بالإضافة كلية القانون وكلية الاقتصاد أعلنت برضو في بيانات رسمية للكليات إنها يعني حتتخذ موقف ما في خلال الأيام الجاية باعتبار إنه خطوة تعذر لعودة الطلاب ديل للدراسة. فحاليا الأجواء فعلا متوترة. وفي شمال دارفور تظاهر طلاب كلية طب جامعة الفاشر أمام مكتب مدير الجامعة احتجاجا على زيادة رسوم التسجيل من 345 جنيه إلى 700 جنيه، مطالبين بضرورة خفض الرسوم. وحدد الطلاب مواصلة التظاهرات إلا أن تستجيب إدارة الجامعة إلى مطالبهم. وقال أحد الطلاب إن زيادة الرسوم بتشكل إبعا جديدا لأسرهم المعدمة والفقيرة أصلا، وفي ذات الوقت تكافح من أجل تعليم أبنائها. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من جامعة الفاشر في هذا الخصوص: والله إنهم قاموا رفضوا
رسوم التسجيل اللي هي هم من 345 إلى 350 جنيه، والناس احتجت على كده، والناس ما قادرة تدفع الرسوم، وكان ما قادرة تدفع الرسوم، الاحتجاجات مستمرة يعني. والله طبعا نحن جبياتنا إن آخر رسوم ترجع، لازم ترجع يعني ب345 أو أقل يعني. فإنها رسوم بكت لنا كثيرة يعني، هم على الظروف وعلى خاصة وأن كل يعني أغلبية الطلاب كلهم من الدارفور اللي هم ظروفهم في صعبة يعني، فنحن احتجاجاتنا مستمرة إلى أن تحقق المطالب بعد أمس ويستمر بكرة وبعد بكرة يعني إلى أمس تجي المطالب، والمصروفات الدراسية صعبة لو صرنا والله. فهذه نحن مطالبنا إن لازم الرسوم ترجع إلى كما 345 أو أقل، هذه مطالبنا. طالب أبناء شرق السودان في قوى نداء السودان بتخصيص منبر تفاوضي لشرق السودان في الحوار الشامل المقبل، كما قدم أحزاب الشرق المشاركة في حوار الوزبة مذكرة لرئاسة الجمهورية طالبت فيها بالحفاظ على الحقوق التاريخية والتمييز الإيجابي لشرق السودان في الخدمة المدنية وسائر الخدمات. ومن جانبه دعا مؤتمر البجا أبناء الشرق في المعارضة والحكومة بالتوحد خلف رؤية مشتركة حول القضايا الحقيقية للإقليم المتمثلة في المظالم التاريخية والتحميش. وقال عبد الله موسى القيادي بمؤتمر البجا في حديث لراديو دبنجا إن الأوضاع في الشرق لا تقل سوءا عن الأقاليم الملتهبة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مشيرا إلى المظالم التاريخية والتخلف التنموي في المنطقة. وأضاف عبد الله موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص: أحزاب الشرق شاركت في حوار غاعة الصداقة، مجموعة من الأحزاب كتبت مذكرة استنادا لموضوع التمييز الإيجابي تكلمت فيها عن قضايا شرق السودان وطالبت بالحفاظ على الحقوق التاريخية لسلطان شرق السودان، كما طالبت أيضا بتخصيص وضع خاص لهم في الخدمة المدنية وغيرها من القضايا التي سبق وأن تناولتها اتفاقية شرق السودان والتي لم تجد التنفيذ. أنا أفتكر هذا تحرك إيجابي وقد سلموا مذكرتهم إلى آلية الحوار، هذا من الجانب الذي يعني الأحزاب المشاركة في الحوار. ومن الجانب المعارض تمنى نداء السودان فكرة إقامة منبر تفاوضي خاص في الحوار الشامل المقبل عن قضايا شرق السودان، وهو أيضا لا يخرج من هذه القضايا التي تناولتها المذكرة. في اعتقادي أنه من المهم جدا جدا بالنسبة لأبناء شرق السودان سواء المشاركون في السلطة أو الناشطون في المعارضة، من المهم جدا أن يتوحدوا على رؤية مشتركة موحدة حول قضايا الإقليم والأولويات وأهميتها حتى يتم التداول حولها في الحوار الشامل، وقد تكون جزء من إعادة ترتيب البيت السوداني. ومن جهة أخرى توقعت مصادر ارتفاع عدد اللاجئين الأسوبيين نحو المدن السودانية بالآلاف، خاصة مدن القلابات والقضارف، وذلك جراء تجدد الاشتباكات الدامية داخل عدد من المدن الأسوبية خلفت عشرات القتلى. وتحدثت مصادر عن توترات على طول شريط المدن الأسوبية الواقع في إقليم الأمهرة. في لهجة غير معتادة من نواب المؤتمر الوطني وحلفائها في البرلمان ومجلس الولايات، حدد نواب بالمجلسين بطرح الثقة أن الحكومة بسبب تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد، وانتقدوا سياسات الحكومة التي أحالت العملة الوطنية لقطعة الثلج في موية ساخنة، وطالبوا بإقالة وزيري المالية والضمان الاجتماعي. وصف الحكومة القائمة بالأضعف على مر تاريخ السودان ووزراءها بالفاشلين، وكشفوا عن وقوع 159 ألف حالة طلاق من جملة 247 ألف حالة زواج خلال العام الماضي. وسخر عضو البرلمان ووزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات من خطاب البشير اللي تحدث فيه أن إعلاء الشورى وقيم المواطنة وحفظ حقوقها في تولي المناصب والوظائف العامة. وسخر سبدرات وهو بقول: هل يعني بعد مرور 26 سنة من الحكم بأنه كان ليس فيه إعلاء لقيم الشورى والشفافية، وأن المناصب كان يتولاها الأقل كفاءة وغير الأجدر؟ اشتكى مواطني ولاية الخرطوم من أزمة حادة في المواصلات لليوم الثالث على التوالي، وزيادة كبيرة في التعريفة في خطوط المواصلات، حيث ارتفعت تعريفة عربات الكريز من 5 جنيه إلى 12 جنيه، خاصة في خطوط شرق النيل وخط الخرطوم صابرين أم درمان ارتفعت من 3 جنيهات إلى 5 جنيه، وعربات أمجاد خط الخرطوم الشهداء أم درمان من 5 إلى 10 جنيه، وخط الخرطوم الشنقيطي أم درمان من 10 جنيه إلى 15 جنيه، والحايس من 5 جنيه إلى 10 جنيهات. وأضاف مواطن لراديو دبنجا
من الخرطوم؟ سيئة جدا جدا بتاعت مواصلات بالذات المناطق الطرفية، ما في لها أي مواصلات. أصحاب الحفلات بيستغل المواطن لأنه ما في رغبة عليهم، يعني لو الحفلة كانت بجنيه يأخذ منك 2 جنيه أو 3 جنيه، يقول لك لو ما عجبك كنزي. لو ناديت العسكري بتاع المرور ساي قلت يا أخي الزول أخذ مني 3 جنيه والحفلة بجنيه، يقول لك عجبك أركب ما عجبك أمشي. جميع الخطوط من قبل العيد بأسبوع تقريبا أصبحت مواصلات حادة، يعني زيادة، يعني تبقى عندك زيادة تركب ما عندك تنزل. لو جبت العسكري جات العسكري بيقول لك انزل. ما مشكلة وقود، مشكلة مخترعة ساكت، ما في مشكلة وقود، ما في أي شيء، الوقود متوفر كده. يضغط في المواطن أمره، خلي لنا البلد يعني كان يتع السفر ذاته، ما حاجة مؤسفة جدا جدا. الخبر الأخير في النشرة، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في بلادها بإبعاد ميليشيات جنوب السودان المتمردة البتتبع لرياك مشار من أراضيها. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن مسؤولين كونغوليين أخبروا بعثة الأمم المتحدة في الكونغو إن السكان المحليين في شرق الكونغو وجهوا اتهامات لقوات مشار بأنها تمثل خطرا أمنيا على المنطقة، وبهذه الخطوة تكون جمهورية الكونغو هي البلد الثاني بعد أثيوبيا التي ترفض وجود قوات مشار في أراضيها. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.